السلام عليكم، رجعت لكم في انطباع ون بي 706. خلونا نبدأ. الحلقة هذه كانت استكمال لمأساة لاو كوراسون اللي هو اسمه أوشينانتي، أخيرا حفظت اسمه مع كيهوتي. ملخص اللي صار أن أوشينانتي كان يحاول يلهي المنفذين في عائلة كيهوتي عن لاو. عذاب غير طبيعي تلقاه كوراسون لأن كل واحد من المنفذين وجه له ضرب. احنا شايفين المنفذين شو مسوين في طاقم لوفي الموجودين حاليا وباللي متحالفين مع لوفي، كل واحد من المنفذين عبارة عن قوة الحالة، فما بالك ان كل واحد منهم وجه ضربته، سواء تلافاها او شنانتي ولا ما تلافاها مصيبة. كل واحد من المنفذين صب جام غضبه على أوشينانتي، وبالأخص اللي أنا ما أشتهيه غلاديوس. أكثر شيء تفاجأت منه إن أنا كنت أظن ديامانتي هو قائد المنفذين، وتوضح لي الحين إن قائد المنفذين هو تريبل، وهالشيء جابوه لما جابوا ذكريات كيهوتي إن العائلة كلها ملتفة حول كيهوتي وتقول له هذا هو قائدنا، وجاء تريبل عنده وقال له هل تريد القوة؟ هل معناها إن تريبل هو اللي أعطى كيهوتي فاكهة الخيوط، ولا هو اللي أعطى كيهوتي الحقد؟ شن هو اللي أخذ كيهوتي من تريبل؟ الحقد انبنى في كيهوتي من المأساة اللي شافها، لكن هل تريبل أعطى كيهوتي القوة لتنفيذ حقده؟ كيهوتي توجه بعد لقائه مع تريبل إلى قتل أبوه، وكان واضح أن أبوه مستسلم له وقال أنا آسف لم أكن أبا رائعا أو مناسبا لكم. وشفنا كيف اختفى أوشينانتي أنه انهار وهرب عن كيهوتي. كيهوتي أكيد عاد لعائلته. أوشينانتي التقى مع مين؟ مع سينغوكو واللي بدوره رباه أو جنده في البحرية. وبعد فترة رجع أوشينانتي أو كوراسون إلى كيهوتي متخفي كجندي بحرية أو كجاسوس، وتم الوثوق فيه لأن أخو كيهوتي. هذا ملخص اللي صار، والحين انكشف كل شيء. لازالت المشاعر فياضة صراحة بالذكريات هذه، ولازالت مأثرة فيني القصة، لكن حسيت ان المشاعر في الحلقة هذه اقل من الحلقة اللي قبلها، وهذا شيء طبيعي لان احنا شفنا بالحلقة اللي فاتت قمة المشاعر ما بين كوراسون ولا. مشهد مؤثر جدا بالنسبة لي لما كوراسون ضرب براسه الصندوق اللي فيه لاو، مما يعني ترى الكلام اللي بتسمع الحين موجه لك انت، واعتذر انه كذب عليه بعد ما صرح انه جندي في البحرية. الاعتذار هذا موجه الى لو. كل المنفذين وكيهوتي يظنون ان الاعتذار موجه لهم، وقالوا شو يفيدك الاعتذار فيه؟ ما راح يفيدك بشيء. طبعا ما راح يفيدك بشيء لانه ما كان يعتذر لكم، كان يعتذر للطفل اللي انخدع فيه. هو يعتقد انه خدع لو، وهو ما خدعه، هو سوى شيء من باب مصلحة لو، ولو قاعد يطرق على الصندوق يقول له ادري انك من البحرية، انا فاهم شو اللي قاعد يصير، مما يعني انه لو قدر مشاعر أوشينانتي ايضا. أوشينانتي طبق تقنية الهدوء على لو، مما يعني اي شيء راح يلمسه لو ما راح يصدر صوت. لو قاعد يضرب على الصندوق وشفنا اهتزاز الصندوق بس صوته ما يطلع، اكيد انه ما انتبهوا للصندوق لان أوشينانتي يتنفس بصعوبة يتجف من الالم اللي جاه من الضربات والطعنات، فهم يحسبون ان أوشينانتي هو اللي يهز الصندوق، بينما اللي يهز الصندوق هو لو. هذا اذا انهم انتبهوا، هذا شيء ثاني. ونيجي الحين الى شخصية دري. واضح من اسمه والعلامة اللي على ذقنه وتلميحات كثير منكم كلموني ان دري هذا المقصود فيه اكس دريك. ما حبيت تعلق عن اي شيء لين توضحت فعلا الحين في الحلقة هذه ان اخذوه البحرية، واحنا نادي بعدين ان اكس دريك من السوبر نوفا. السوبر نوفا منهم هم القواصين سيئين السمعة اللي شفناهم بالأرخبين. اكس دريك والشخصية هذه اللي تحول على ديناصور باستخدام فاكهة الزون الأثري أو التاريخي. ما عاد في مجال للشك، خذت البحرية ربته الإكس على دقنه، وأيضا زعيم العصابة لما قال هو الأقوى لكنه يفتقر إلى الشجاعة، قد يكون سبب أنه كان فليت أدميرال في البحرية وترك هالشيء رجع إلى عالم القرصنة أنه أساسا كان قرصان. ما نقدر الحين نحكم بهالشيء، لكن الواضح واضح، العلامات بداية الاسم واضحة، ما عاد في مجال للشك. جات من حظ لو ان البحرية اخذت دري وحطتها في الحبس الوقائي، والحبس الوقائي مش مقصود فيه الحبس الوقائي، اي انه تحت الحماية
معزول تحت الحماية. هذا الشيء أكد فعلا نيكيهوتي إن اللي موجود هناك لو زي ما كذب عليه أوشينانتي. كلمة أوشينانتي لو إنه مقدر لك الحياة وإنه دائما سيوجد في طريقك من ينقذك، هذه صراحة كلمة أثرت فيني. لا تيأس، الرسالة هو لا تيأس مهما شفت الحياة مسكرة عليك. شوفوا واحد زي لو أصيب بداء رصاص، مدينته اللي كان فيها أحيطت وكان محكوم عليه بالإعدام، ومع ذلك دائما كانت هناك له فرصة للهرب. حتى لما لجأ لعائلة كيهوتي وكان مقدر له مش الموت، مقدر له أنه يعيش حياة دمار ويكون هو الطفل الدمار اللي يبي يربيه كيهوتي، جاء في هالوقت عاد في هاللحظة هذه من مهمته منه أوشينانتي، وهنا بدأت مسيرة إنقاذ لو للمرة الثانية. ولما كان لو خلاص على شفا الموت وما بقى في حياته شيء، جاء أوشينانتي وأنقذه، ومن ثم جت فاكهة الأوبي أوبي نومي وقدر أوشينانتي يأخذها ويعطيها لو. حتى لما جاء يموت وطبق عليه تقنية الهدوء، انصرف ذهن كيهوتي وفتح قفص العصافير لأنه يبغى الطفل اللي موجود في الحبس الوقائي أو في العزل الوقائي. فعلاً لازم تؤمن ان هنالك دائما امل، وانها لما تضيق 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 لابد انها تفرج. وفي مثل شعبي عندنا في الخليج يقول وما ضاقت الا على الله فرجها. نجا لو وكانت نجاته مأساه بالنسبة للمشهد اللي كان يمشي فيه لو وهو يبكي. عائلة كيهوتي تقاتل البحرية، كوراسون يقاتل الموت عشان يعطي لو فرصة اكبر قبل يموت وتروح تقنية الهدوء اللي على لو. وداعا أوشينانتي، وداعا من كل قلب محبينك من متابعين ون بيس، نقول لك وداعا. أثرت فينا صراحة، زرعت فينا قيم، زرعت فينا أمل. أوشينانتي على المأساة اللي شافها في حياته، ومع ذلك ما انقلب إلى الجهة المظلمة اللي انقلب لها كيهوتي، وبرضو خدم الطفل هذا اللي هو لو وعطى فرصة للحياة من جديد. لو أيضا على المأساة اللي شافها في حياته، لأنه ما فقد الأمل لكنه كان بحاجة إلى من يواجهه. لو لقى من يواجهه إلى طريق الأمل، مثل ما كيهوتي لقى من يواجهه إلى طريق الدمار. الحين بانتهاء الذكريات هذه نعود من جديد إلى أحداث دو سوزا الأكشن في الحلقة القادمة. معك مين بنشوف لقاء مين بنشوف شو اللي بيصير في الحلقة الجاية، هذا الشيء اللي قاعد يغلي فينا. وأيضا اللي ما يدري الحلقة الخاصة عن رحلة سابو إلى دو سوزا نزلت أمس، ننتظر نزولها بالترجمة عشان أسوي لها انطباع خاص. انتظروني الأسبوع هذا أيضا حلقة انطباع كونان لعشاق كونان. أدني تأخرت عليكم لكن كان عشان أوفر لك حلقة دسمة شوي. وبالنهاية نأمل أن احنا نشوف حلقة مميزة جدا. أهم شيء لا تنسى الشير اللايك السبسكرايب. شوفكم.